Good morning, Blaze. I'm Bryson. I'm Jaden. I'm Matthew. And this is your awesome Blaze Bulletin. صباح الخير، أنا تالا. وأنا حنين. وهذه نشرة البلايز. فريق سيدات البلايز الكرة الطائرة سيلعب ضد نوزفيل في الساعة 9:30 دقيقة صباحا في روكفيل في TSSAA بطولة الولاية الكرة الطائرة. الطلاب الذين يقدمون نماذجهم يمكنهم حضور المباراة. تحقق مع معلمك في الحصة الأولى في الصباح. هذه هي أول مشرك لهن في بطولة من أكثر من 20 عام. سواء فزنا أو خسرنا، الفريق سيلعب أمام بعد ظهر الغداء أو في المساء. تابعونا. بلاكمان سيستضيف بطولة الكرة الطائرة TSSAA ولاية يوم الثلاثاء والأربعاء الفائدة والخميس جزء من البطولة. سيكون خلال النار والصلاح للعب الرئيسية. ستغلق خلاء هذه الوقت. يجري التخطيط وفقط ذلك. نادي اللغة الألمانية سيلتقي يوم 3/29 أكتوبر في الساعة 3:40 بأوضة E5. نادي اللغة الإسبانية سيلتقي يوم الأربعاء 23/10 في غرفة F1 في الساعة 3:40. يجري حضور طلاب عضوية النادي ونموذج إذن العضوية $15 كرسوم النادي. أيضا يجري حضور وجبات خفيفية ومشروبات للمشاركة. حديث تراك أو تريت قدم في 30 أكتوبر. حضروا حلواتكم وتأكدوا من تسجيل منظمتكم. هذا الجمعة هو ليلة الخريجين. سيلعب ضد روكفيل في الملعب بارت سميث في الانفيرنو في الساعة 7 مساء. كونوا هناك. أتمنى لكم يوما رائعا. Go Blaze.